ليش بالذات اخترت انك دائما تكون من المتطوعين، وهل سبق لك ايضا انك تطوعت في المواسم السابقه؟ انا بتكلم بعيدا كوني احد مشاهير السوشيال ميديا، لانه في العمل التطوعي انا ما بعلمك ليش انا سالتك هذا السؤال. طيب جميل. انا بالنسبه لي هذه عاده سنويه، يعني ما انقطعت عنها انا وخالد الا في فتره كورونا لما صار الحج مقنن وصار ما في فرق تطوعيه ولا فيها الامور هذه، فانحرمنا او خلينا نقول انحرمنا انقطعنا عن التطوع في هالفتره هذه. الحمد لله السنه هذه حكومتنا الرشيده سمحت لنا بالعوده لخدمه ضيوف الرحمن فرجعنا. ليش انا اختار اني كل سنه اتواجد في هالمكان هذا؟ لانه اعتقد انه اصبح كانه واجب بالنسبة لي، أحب أقدمه كل سنة لضيوف الرحمن. نقدر نقول أنه بعد روتين سنوي. روتين سنوي، لأنه شوفي حنا نشأنا يعني من سنوات طويلة في مجال التطوع، فاعتدنا على هالعادة هذه، كبرنا أخذتنا بعض مشاغلنا وبعض ظروفنا، فأصبح تطوعنا بدل ما هو مستمر على مدار السنة أصبح متقطع في مواسم، مثلا موسم رمضان، موسم الحج، وبعض الشهور في السنة يعني يكون في عندنا بعض المبادرات الاجتماعية اللي نخدم فيها المجتمع. جميل. فصار موسم الحج هذا ركن أساسي لابد أننا نكون فيه متطوعين، يعني هو زبدة التطوع على مدار السنة، ثم يأتي بعد رمضان وبعض الأشهر. إذا فوت أنا موسم الحج كأني فوت 50% من تطوعي على مدار السنة. أنا بالنسبة لي خالد أتكلم، فصارت عادة عندي أنه خلاص لابد موسم الحج لازم أكون موجود هنا. كان لي الحمد لله فضل الله يمكن 7 أعوام وأنا أروح أتطوع كل سنة في موسم الحج. جميل. انقطعت عنها سنتين في فترة كورونا، رجعنا السنة هذه بفضل الله سبحانه وتعالى. جميل جدا. كون خالد رايح من مشاهير السوشيال ميديا، أنا والله شوفي ما أعتبر نفسي أصلا مشهور في الميديا بشكل عام في حياتي اليومية أو حياتي الطبيعية، فبالك لما أكون رايح للحج. ولكن لما رحت الحج وحسيت أنه عندي شيء أنا مختلف أو عندي ميزة يمكن مي موجودة عند أغلب المتطوعين، فحبيت أني أوظفها في خدمتهم.